ايوا ايه ايه كي يطلع هاد الشيء على ريحه ويلي ويلي السلام خوتي خواتاتي شي شمنو كاملين تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم الاخوه راه جينا للطابي هذه كما كتشوفوا اللهم بارك اللي مولف انني كنجي ليها ديما وجيت الخوت كما تشوف مينياتور غادي نقاد واحد الطبق اللي رائع بزاف 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 اللي غريب مستحيل ان كيفاش غادي طيبوه هنايا حيت مولف انه كيطيب في الفران ولكن هنا غادي نطيبوا في البريه لا ادري هادشي كامل غتشوفوا معايا في الفيديو اللي هو البيتزا الاخوان يعني البيتزا غادي نقادوها تبارك الله بارخص الاثمنه عندك تاكل ما عندكش غادي تاكل الاخوان وهادشي اللي كاين يعني غتشوفوا معايا هاد المقادير غتشوفوا معايا كلشي كيفاش غادي نقادها شنو هما المعدات اللي غادي نستعمل شنو هما الحوايج كيفاش غادي طيب كيفاش غادي يعني المكونات ديالها كلشي هادشي غادي تشوفوا معايا في الفيديو واش باغي تشوفوا هادي جا معايا خويا الصغير اللي مولف ديما كيجي معايا وهادشي اللي كاين وقبل من كل شيء شكرا على الدعم ديالكم على السيبورت ديالكم شكرا لكم بزاف 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 تحياتي لكم والله دعم اسطوري ودعم خرافي الصراحه فرحتوني الله يجزاك ربي يفرحكم والله يخلي لكم والديكم في نفس الوقت لك شي جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه بارطاجي مع اصحابك ولا فيديو جديد ولا يعني قديم وكاين الناس كيتفرجوا تما الاغلبيه اللي كيتفرجوا في الفيديو ما كيديروش واحد لايك فيها باس خلي واحد لايك وكمل الفيديو وفرجه ممتعه الاخوان وهادشي اللي كاين قبل من كل شيء غادي نجيب العواد الاخوان راه مولف كنطيب تما غادي نجيب العواد بلا ما نطول عليكم حيت العواد هما الاهم غادي نجيبهم من الغابه هادشي كامل غادي تشوفوا معايا نمشي غادي نوريكم ملي غادي نجيب العواد غادي نوريكم المكونات اللي جبت معايا اللي غادي يخصوني اللي غادي نطيب بهم وكلشي هادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم اللي تسقاو الاخوان اخوان حنا دابا راه جبنا العواد ديالنا لا خصنا شي حاجه راه غادي نزيدو جبنا القياس لا هادي قدنا دابا غادي نوريكم المكونات اللي جبت معايا باش تشوفوا داكشي راه رخيص وبسيط بزاف 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 هنا كاينه العطريه الاخوان براد في سكر واتاي خضره فلفله بصله حك ديال المطيشه وكفته ديال لادان والزيتون خلط خلط
الزيت. العجينة اللي غادي نديرو بها البيتزا وبيضة الموس اللي غنقرضو به البيتزا ديالنا وبريك هادشي اللي الدوزان ديالنا كامل اللي غادي نحتاجو. يعني كيما شتو راه ما عندناش هذاك الشيء بزاف. هاي الخضره كاينه وحده وحده بصله وحده فلفله وهنايا كاينه 5 دراهم ديال كفته ديال لادان جدرام ولا درهم ونص ديال الزيتون بيضه هاد الخبز هادي ديال البيتزا صافي الزيت صافي هادشي اللي كاين عطيريه صافي هادشي اللي كاين ارخص بيتزا يعني ارخص بيتزا الاخوان وهادشي اللي طال الله غادي نطالق انني باش نشعل العافيه حيت عطلت الفوت نشعل العافيه وغادي نبدا نقاد في هادشي قبل من كلشي غادي نعمر البراد ديالي ضروري باش نشربو الدقيق نردو بها الدجاج بما طاب هادشي وهادشي اللي كاين المهم الاخوان غادي نعمرو البراد ديالنا حتى ما كنا العافيه راه وجدناها نعمرو هو الاول عدو نقيو خلوه يعمر ونبداو نقيو في داك الشيء ديالنا راه ما عندناش بزاف اتاي الصبرات نديرو عليه الميه انتو دابا يطيب ان شاء الله واو 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 جدت لها دابا الاخوان غادي نقاو الخضيره ديالنا عندنا الفلفله عندنا البصيله هاد الزيتونات انا نحطهم هنا الكويته العدس مطيشه توكلوا على الله داكشي على حساب الحشوه اللي جيب معاك انا جيب معايا هذه يعني ديال وحده بغيتي تزيد وحده اخرى يعني غتزيد فلفله اخرى بصله اخرى غتزيد شويه غتزيد واحد تقول 1000 فرانك ديال الكفته مزيانه الزيتون راه كافيك هذيك جوج دراهم صافي هادشي اللي كاين حكم عطيش حتى هو راه كافي يعني غتزيدها فلفله وبصله والكفته دير غسلهم قبل ما نقي الخضره الفوت ضروري يعني النظافه من الايمان ديما كنقولها لكم يعني قبل ما تبدا اي حاجه اغسل
سير ضروري. دواور دواور. اه ضروري. فهم نقي الوسط ديالك من ديك الزريعه. صافي دابا وجدنا هادي بصله فلفله. المهم اول حاجه غادي نديرو هي مطيشه هي الاولى الاخر. دابا غديرو غنشحر هاديك غديروها فوق هادي غنديرو مطيشه هي الاولى ولكن تيتشحر البراد. نشوفو البراد فين وصل. يتشحر البراد وغادي نديرو مطيشه هي الاولى. غنديرو نزيد واحد شويه الماء باش نخلطها باش تجي هاري حشي. دابا جامده ها هو البراد ديالنا دابا راه تشحر تريقل راه ولا ناضي. دابا غادي نديرو المطيش ديالنا. بسم الله نديرو له شويه الماء صافي نزيدو شوي نديرو فيها شويه الزيت باش تجي مدسمه شويه. دو دابا المكان ديالها باش تشحر. شحر شحر خلط خلط زلط زلط باقيو ليا صحاب السناكات وصحاب البيتزا الدريات والعيالات. ها هو كيطيب بيتزا في البريه. تحياتي للامهات والعيالات كاملين. هذا اختي ولكن طاقم يشوفوا البيتزا في البريه حاجه راه خيال علمي. ايوا صافي بارك عليها هي اصلا طيبه خلوق. ها هي واجده ناضره حاضره. دابا غادي نسرحوه هنا. هنا دهن تجي عمليه الدهن. ما جبناش لا داك الزعتر وداك الشيء باش تلق ديك النسمه. ما نسيت والله ما تنسيتو. يلا كتبغي نجيب شويه الزعتر غنديرو معاه مطيشه باش تلق ديك النسمه. تي هاني ماشي مشكل تجي بريه. صافي عمرناه بمطيشه نيت. يلا بهادي غادي نديرو فيها نقرضو فيها بصله ومطيشه بصله وفلفل عفوا ونديرو مع شويه الكفته باش تشحر حتى هي. نديروها فوق هاد التوشيات. اول حاجه غنقطع الفلفله دواور شي دواور الاخوان لهذا الشكل هذا ستيك مرقاق. غادي نطلع كاين هاني كلشي يتكال او ندير قوة الزواق. ما كاينش الزواق حنا عندنا هنايا في البرية كلشي يتكال كيف ما جات. بصلة غنديرو حتى هي دواور. مشيا هاي دابا الريقل غادي نديرو فيها شويه الملحه
شويه العطريه ولكن بلاتي قبل نديرو الكفته ديالنا. هي راه الكفته راه فيها العطريه داك الشيء، نديرو حنا واحد شويه على حساب البصله وداك الشيء. هاي ديال العدن العطريه الاصليه ديالنا، راه هي الخلطه السحريه، الخلطه الاساسيه ديالنا هي مهمه. طرش ريشة داكشي تيراش رش الزيت، الزيت راه هو اللي عليه كلشي. كوب ليا باش داكشي يتشحر، يتشحر مزيان. دابا لي تسقاو الاخوان غادي ندوه بالعافية يتشحر. بسم الله غادي يعود منكش بسرعة. يا سلام الله مشهيناكم. اخوان راه وجدات لينا الحشوه ديالنا، هاي كما كتشوفوا راه طاحت طابت مزيان. حنا بقينا كنصوطيو فيها يعني كنشحروها حتى طابت مزيان الاخوان. صافي هانتوما كما كتشوفوا هتابله بصلة وفلفلة حتى الكفتة حتى هي دابلة. صافي راه طاب كلشي طاب. دابا غادي نديروها فوق البيتزا ديالنا. يلا معانا دابا هو الأساس. تا شوف ليا داكشي كيدايرو. دابا غادي نسرحو هاد الحشوة، واخا كتبان ليا كتيرة معرفتش، كتبان ليا كتير على البيتزا. فين هانية وصلت شي حاجة؟ راه قلت لكم ما تضيعش والو ما يضيع فهاد البريه هادي، راه والو ما يضيع، كلشي يتكل. جات هي هاديك دكيت تما مزيان تجي عامر. ها هي هاديك كملات صافي. نايض داكشي جا نايض. كاينين الناس كيدير فيها، كاين اللي كيدير فيها الفرماج، اغلبيه كيديروا فيها الفرماج. انا ما بغيتش ندير فيها الفرماج الخوت، بغيت ندير فيها البيض. البيض حتى هو زوين. دابا غادي نخلطوا البيضه ديالنا، نخلطوها هنا في هذا المقله هادي حتى هي تاخذ هذيك النسمه ديال الزيت وداك الشيء. بسم الله الازبال ضروري. ولكن قبل ما نخلطوا البيضة غنديروا الزيتون، نسيناه، نسينا الزيتون. هاو الزيتون حاش هذا كيتباع بوحدو هذا بوحدو. قلت لي انا خلط ليا الزيتون كحل والزيتون المشرمل، المهم يخلط ليا داكشي بجوج. غنستعمل يدي الصراحة، فاش استعملت هاد المعلقة ما غاديش يجي داكشي هو هذاك. ويلي 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 شو زعما هاد الزيتون تا هو مشرم مبقاش كيبان معاه قدام مبقاش كيبان مع التشرميله الصراحه ديال العطريه. والله ما عرفت واش نيت ولا لا. ويلي 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 الشعلة منظر كاين. يا سلام صافي داكشي نعم. دابا غادي نخلطوا البيضه. خلط خلط خلطوا مزيان. ها انتم الاخوان ارويو معايا دابا البلان. بسم الله كيبان لي نستعمل المعلقه احسن باش جيت نستعمل هاد. نجبش بيضه اخرى شوف رطه غادي غار. ها نعم تشوف ليا كيدير داكشي باب 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 باب. بيتزا مقمحه هادي بيتزا ولا في الروعه. دابا غادي نديرو لها هاد اللعبه ديال ها، وغادي نمشيو غادي نحطها في الجمر، نحطها في الجمر وغادي نديرو فوق منها حتى هي نان الجمر باش طيب مزيان والطاندا. يلا معانا دابا غادي نحطو دابا هاد الوليمه ديالنا على هاد الشكل هادا. بسم الله يا ربي تصدق لينا
ما تحاشمناش. هي خاصة الجمر دابا نحطو هنا. اوكو اوكو داكشي راه سوبر بيرفكت وداكشي كامل تجمع هنا. اخوان البيتزا ديالنا راه وجدات. انتم الاخوان اللهم بارك راه طابت على حقها وطريقها داكشي راه تحمر ديال بصح. المهم دابا غادي نقطعوها باش ناكلوها ان شاء الله انا والخوادري ديالي اللي هو تشمش. دابا غادي ناكلوها ان شاء الله نقسموها ونشوفوا كيفاش جات تحمرات من التحت ولا من الفوق داكشي كامل غادي تشوفوه معنا ان شاء الله. حيدنا من المقلق مسقات لينا شويه ولكن ماشي مشكل حيت ما دايرين لا دقيق لا والو لتحت اللي غادي ترى داكشي كيجاو. واه ترى تبارك الله سمحوا لينا شهينا لك شهيناكم ومرحبا بكم الخوت مرحبا بكم كاملين. بسم الله هاي الدقيقه في خاطركم بردات وتمشي مشكل. يلا نبداو تذوق بيتزا البرية. بسم الله واه شحال بنينة شد عمر عمرتها بالمرقاص. ها والله هذاك الشيء سوبر قسما بالله داك الشيء ناضي ديال بصح. هاي يا الاخوان معلكه ما يمكنش والله ما يمكن. المهم الاخوان نكملوا الماكله ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله. اخوان صافي راه جمعنا دابا الباكطاج ديالنا سالين الوليمه ديالنا الحمد لله داز داكشي يا سلام وبنين ورائع داكشي كامل راه شفتو العافيه هي راه طفيناها الخوت ما خلينا حتى شي حاجه. وهنا غادي يكون سالا الفوق ديالنا نتمنوا انه يكون عجبكم كنا الاعجاب ديالكم ولكشي جديد في القناه ما تنساش تشارك في القناه بارطاجي مع اصحابك كما ديما ولايك الفيديو ونتلاقاو في مغامره جديده وتحدي جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.